اليوم نبدأ في الروماتولوجي بلوك بأهم موضوع في هذا البلوك اللي هو السيستيميك لوبس اريثماتوسيس، بالعربي يسموه الذئبة الحمراء. هيكون أهم موضوع عندكم لأنه أكثر من نص الأسئلة بس بتتمحور حوالين هذا التوبيك. فلما نيجي نتكلم عن الـ SLE، هو يعتبر مالتي سيستيميك ديزيز، يعني أي سيستم في الجسم يمسكه ينضرب عنده. فمثلا ممكن يسوي له arthritis joint pain، رينود فينومينا نتكلم عنها الحين، يسوي له skin manifestation، kidney، lung، neurological، hematological، GI، cardiac، كل السيستمز ممكن تتأثر في الـ SLE. فهو من patient لpatient يختلف الـ manifestation حقته على حسب على إيش أثر المرض. طبعا هو autoimmune disease، يا إما عن طريق auto antibody حصلت في الجسم، يا إما عن طريق immune complex. فإذا لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال فيتشرز عندنا، البيشنت اللي عنده SLE في عنده constant symptoms بتكون معاه دائما دائما، يحس بخمول، fatigability، malaise، fibromyalgia like symptoms. الفايبروميالجيا باختصار كده لأنه ممكن يجيكم فيها سؤال، هو عبارة عن وحدة تتنقل من عيادة لعيادة without clear diagnosis، كل شوية عندها symptoms مختلفة ما حد عارف يوصل لها، يسووا لها لابس كلها نورمال، CBC نورمال، حتى يوصل للراديولوجي كله نورمال، ستيل هي عندها كومبلين، خاصة generalized body pain، وعندها tenderness في بعض المناطق في جسمها. فهذه يسموها fibromyalgia ولها علاج، تعتبر as part من السايكاتري. فعندنا هذه الكونستنت سيمتومز اللي ممكن يحسوا بيها، يعني بما معناها انه دائما يحسوا بخمول. في سيمتومز تدل انه في فلير حاصل دحين، لانه هو كرونيك ديزيز متعايشين به حتى وهم على ميديكيشن، ممكن في اي لحظه يجيهم انفكشن، سن اكسبوجر، اي تريجر حيسوي لهم فلير. ففي الفلير ممكن يجيهم فيفر، ويت لوس، مايلد ليمفادينوباثي. والاهم من هذا كله دحين انكم تعرفوا الكلينيكال فيتشرز حقت الديزيز نفسها لما تمسك السيستمز. فاحنا عندنا في الجوينت قلنا خلاص تسوي ارثرايتس اند ارثرالجيا مور، يعني بس مجرد جوينت بين اكثر من انه يكون في انفلاميشن وسويلنج. السكن حنشوفها في السلايد هذا هنا، اهم شيء تعرفوا لي فيه انه الراش اللي يجيهم بريسيبيتيتد باي يو في لايت بالسن، فعشان كده من النون فارماكولوجيكال مانجمنت حقهم نقول لهم افويد سن اكسبوجر وحطوا سن بلوك. في 3 تايبس للراش، اهم واحد فيهم هو رقم واحد الباتر فلاي فيشيال راش، هذا مره مهم لازم تكونوا عارفينه، لانه حتى كمان في الاختبار يجيبوا لكم هو ميكس مع مرض في الديرما اسمه روزيشيا. الروزيشيا برضو يجي الريدنس عندهم عند الانف هنا، تكون في اولد ايج اكثر من انها يانج زي في الاس ار اي هنا. واللي يفرق الباتر فلاي فيشيال راش حق الاس ار اي عن الروزيشيا النيزوليبيال فولد، هذا بيكون سبيرد في الاس ار اي. فإذا كيف أعرف أنا هذه روزيشيا ولا باتر فلاي راش حق الـ SLE؟ من النيزوليبيال فولد، لو كان سبيرد إذا هذا حقنا حق الـ SLE، لو لا متاخد كله مع النودز فإذا هذه روزيشيا. الروزيشيا طبعا علاجها تترا سايكلين، وإحنا هنا لنا علاجات ثانية. فإذا أول نوع هو هذا الباتر فلاي فيشيال راش، ثاني شيء حاجة اسمها سب أكيوت كوتينيوس لوبس إرثماتوسيس زي الصورة اللي أنتوا شايفينها. عندنا الديسكويد راش هنا، يا إما تيجي في التشيك يا إما تيجي في السكالب، وإذا جات في السكالب ممكن تسوي لي ألوبيشيا تحتها. والليفيدو ريتيكولاريس، الليفيدو ريتيكولاريس زي شبكة العنكبوت زي ما أنتم شايفين في دي الصورة. لما تيجي واحدة SLE عندها الليفيدو ريتيكولاريس، تخليني أفكر إنه هذه ممكن عندها أنتيفوسفوليبيد سيندروم. الأنتيفوسفوليبيد سيندروم صاحبة SLE، يعني أي واحدة أشخصها SLE I have to screen for أنتيفوسفوليبيد، وأي أحد أشخصه بأنتيفوسفوليبيد I have to screen for SLE، يحبوا بعض. فالأنتيفوسفوليبيد عموما in general كده أبغاكم تعرفوا عنه شيء مرة بريف، ما يحتاج تخشوا مرة ديب. هي ثلاث معلومات مهمة، أول شيء إنها تيجي بصورة recurrent abortion مع arterial and venous thromboembolism، يعني هو not typical إنه واحدة تجيني بستروك arterial وفي نفس الوقت بDVT في الفين، not typical صح؟ فهذول يجيهم زي كده recurrent arterial and venous thromboembolism و recurrent abortion، يكونوا young female غالبا، وزي ما قلت لكم you have to screen for SLE. ايش المانجمنت حقنا؟ المانجمنت lifelong warfarin، هذول لازم يمشوا على warfarin العمر كله، وما ينفع معهم الدايركت oral anticoagulant اللي هي الابيكسابان والريفاروكسابان. احنا لما نتكلم في الDVT نقول انها هي البست دحين في thromboembolism،
ما عدا في حالات الانتيفوسفوليبيد سندروم، هذول لازم يمشوا على وارفارين العمر كله. نرجع ثاني هنا في الكيدني، تسوي لي حاجة اسمها لوبس نفرايتس، تجيني المريضة بهاي رينال فانكشن تيست، أو تجيني ببروتين يوريا، تشتكي فروث يورين، أو أصلا أنا في السكرينينج كل فيزيت بسوي لها يورين أناليسيس عشان أشوف صار فيه بروتين ولا لا، يطلع لي بوزيتيف بروتين، هيماتوريا. هذه الصورة اللي ممكن تجيني بها الكيدني مانيفستيشن في الاس ال اي. طبعا كيدني مانيفستيشن ان اس ال اي بيشنت ايكوال تو رينال بايوبسي، هنشوفها تحت في الام سي كيوز. الرينال بايوبسي تعتبر انفيسيف، فاحنا دايما في اغلب الديزيز الثانيه نقول البايوبسي نخليها اخر شيء، ما نسويها من البدايه على طول، ما عدا هنا اذا جاتني برينال مانيفستيشن اي هاف تو تيك بايوبسي على طول، لان بسرعه لازم اسوي ستيجنج وابدا التريتمنت. اللنج ما يسالوا فيها، عموما هي تجي بانترستيشال لنج ديزيز، فايبروزز، بلورال فيوجن، بكذا صوره. نيورولوجيكال مره مهمه، لانه لو جاتني بنيورولوجيكال سيمبتومز هذه تعتبر لايف ثريتنينج ديزيز، احنا يهمنا نعرف مايلد ولا لايف ثريتنينج عشان المانجمنت يختلف فيها. فخلوكم فاكرين انه السي ان اس يسموها نيورو سايكاتريك لوبس، كانوا اول يسموها لوبس سيربرايتس، الحين اسمها جديد نيورو سايكاتريك لوبس، لانها تيجي بنيورولوجيكال اند سايكاتريك سيمبتوم. يجينا كونفيوجن، سيجر، كوما، ويكنس، اي نيورو سيمبتومز يخطر في بالكم حطوه. سايكاتريك، سايكوزز، ديلوجن، اي برضه سايكاتريك سيمبتومز. هيماتولوجيكال السي بي سي حقي كله يصير عندي لو، فالهيماتولوجيكال يسوي لي لو سي بي سي لاينز كلهم، ليوكوبينيا خاصه ليمفوبينيا، انيميا، الانيميا يا اما تكون اوتو اميون هيموليتيك لانه هو اوتو اميون ديزيز، ومتوقع انه تيجي معاه اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ويكون عندهم بوزيتيف كومس تيست، او ممكن تجيني بصوره انيميا اوف كرونيك ديزيز، او ممكن حتى تجيني بايرون ديفيشنسي انيميا عادي، كلها ممكن واردة. عشان كذا هيشوف سؤال تحت دحين اس ال اي وذ انيميا، ما عليكم من كلمة اس ال اي، امسكوا في الانفستيجيشن اللي محطوطة زي ما درستوا في الهيماتولوجي، كيف الهيموليتيك بارامتر، كيف الكومبس تيست عندها، كيف الفيريتين، وتحلوا السؤال على هذا الاساس. يعني كلمة اس ال اي لحالها ما هي كي وورد لحاجة معينة، لانه اي نوع من الانيميا ممكن يجي معاها. الجي اي ما يسألوكم فيه، بس هي ممكن تسوي لي كولايتس. ونرجع هنا للرينوت فينومينا اللي تركناها في البداية. الرينوت فينومينا عبارة عن فازو كونستريكشن في أصغر أرتريول موجود عندنا في الفينجر تيبس، فلما يحصل كونستريكشن تريجرد باي كولد ويذر، أكثر شيء يصير لهم يعني تريجر فيه عشان يحصل لهم رينوت يقول لك كولد ويذر، أو حط يده في موية باردة، أو حتى ستريس، عايش في ستريس الآن فجأة يلاقي يده صارت بيضة، بعد ما صارت بيضة صارت زرقاء بعدين رجعت حمراء. هذه اسمها الرينوت فينومينا، عبارة عن ثلاث ألوان. فكرتها إنه نتيجة للستريس أو الكولد ويذر هذا صار فازو كونستريكشن في الأرتيريول الصغير مرة اللي عند الفينجر، فبالتالي يده بما إنه صار فازو كونستريكشن فانقطع البلد فلو، فإذا إيش أول شيء حيصير؟ بدل ما انقطع البلد فلو تصير اليد بيضة. طيب لما تطول شوية طولت وهي مقطوع عنها البلد فلو، إذا حتصير سيانوز فصار لونها أزرق. طب بعدين حيرجع يفك الكونستريكشن من نفسه ثاني، يرجع يمشي البلد فلو فيصير هايبريميا، فإذا ترجع ثانية ريد. عشان كده الألوان حقتها هذه ممكن يسألوا فيها ترتيب الألوان في الرينوت فينومينا. وايت ذن بلو ذن ريد. طيب فهذه ممكن تيجي مع الاس ال اي، فيها كلام طبعا انه في برايمري وفي سكندري، ما هو وقته دحين، هذه في المحاضرات الثانية لما تكونوا قاعدين تتكلموا كده عن الـ SLA in deep، لكن احنا دحين بنتكلم بس for MCQ based، فخذوا الشيء المهم فيها. skin manifestation زي ما قلنا أهم شيء الـ facial rash، sparing الـ nasolabial fold هو photosensitive يعني يتحسس للسن. cardiovascular manifestation ايش ممكن يجونه؟ لازم تعرفوا هذه المعلومة مرة مهمة، the most common presentation is pericarditis but the most specific is lip mansac endocarditis. ايش يعني ده الكلام؟ يعني لو قال لي كده سؤال recall question what is the most common cardiovascular manifestation in SLE، راح اختار pericarditis، وبنفس الصوره اللي انتم تعرفوها في الكارديوفاسكولار، هنا تجيني بشست بين ريليف باي لينينج فورورد، الاي سي جي ديفيوز اس تي اليفيشن، عادي ما فيها اي شيء مختلف. الليب مانساك اندوكارديتس هذا نوع من الاندوكارديتس لكن يعتبر نون انفكتيف، يعتبر ستيرايل لانه ما في بكتيريا هنا. الفكره فيه انه في فايبرين
accumulation على الفالف، فهي اللي سوت لي الاندوكاردايتس. فأي أحد يجيني بصورة لب منساك اندوكاردايتس في الاس ال اي، اي هاف تو سيرش فور انتي فوسفوليبيد سيندروم. هذه هي الاي بي اس اللي مكتوبة هنا. فاحنا دوبنا قلنا فوق في السكين لما يجيني بليفيدو ريتيكولاريس اسوي سكرين فور انتي فوسفوليبيد، وهنا كمان برضو لو جاني بليب منساك اندوكاردايتس اسوي سكرينينج فور انتي فوسفوليبيد. يعني هذه كلها علامات انه ممكن يكون عندها فعلا، عشان كده صار عندها فايبرين اكيوميليشن وصار لها اندوكاردايتس. فهنا إذا جاني المريضة بصورة بيريكاردايتس السيمبتومز، إذا خلاص اختاروها. لو جاتني بصورة اندوكاردايتس وقال لك والله سوينا ايكو ولقينا فيه فيجيتيشن، فإذا نختار لب منساك اندوكاردايتس مو انفكتيف اندوكاردايتس. تمام؟ فهي سبيسيفيك بمعنى انكم انتم ما تسمعوا هذا الاسم الا مع الاس ال اي. هذه الفكره من انه هذا اقول لكم هذا سبيسيفيك للاس ال اي. طبعا الريسك اوف اثيروسكلروز اند ام اي انكريز، واصلا لازم تكونوا عارفين انه المين كوز اوف الموست كومن كوز اوف ديث في الاس ال اي في الروماتويد ارثرايتس هي الكارديو فاسكولار ديزيز. هذه الكرايتيريا فور دايجنوزيس، هذه الكرايتيريا القديمه، هحط لكم بعدها بسلايد الكرايتيريا الجديده، صار تغيير واحد فيها تقريبا بس. فدائما بما انه شيء بسيط بس اللي تغير، خليكم عارفين القديم لانه اغلب الناس لسه ممكن ماشيه على اغلب الاختبارات القديمه، حتلاقوها الاسئله منها، وبعدين اعرف وش اللي استجد فيها. فاحنا عندنا 17 كرايتيريا، 11 كلينيكال و6 اميونولوجيكال. اميونولوجيك يعني فيها انتي بوديز، نحتاج اربعه منها على الأقل، واحدة منها كلينيكال واحدة منها إيميونولوجيكال عشان أشخص. ولكن هذا كلام ريسيرش، يعني عادي في الريال لايف ممكن بسيمتوم واحدة من هنا وواحدة من هنا أقول إنه هذه اس ال اي خلاص، ما أحتاج أربعة لازم. لكن هذه فور ريسيرش لازم يحطوا لكم كرايتيريا معينة للديزيز. فإذا لما تجيكم ام سي كيوز لا تنتظروا إنكم تقعدوا تعدوا 1 2 3 4، لا خلاص من السيمتومز واضحة قدامكم وما تغلطوا فيها أبدا الاس ال اي، على طول حتشخصوا ما يحتاج تعدوا. فاذا بالتالي ما يحتاج انكم تحفظوها حفظا، افهموها، اهم شيء انكم تكونوا عارفين ايش المانيفستيشن اللي يجوا بيها. فاذا قلنا احنا سكين، فاذا اكيوت كرونيك كوتينيوس لوبس ممكن يجيهم اورال السر سواء بينفول او بينلس، بس هي بينلس اكثر. نان سكارينج الوبيشيا او ممكن سكارينج كمان عادي، كل شيء ممكن يجي معاهم. ارثرايتس، سيروسايتس اللي هي البيريكارديتس، البلورايتس، رينال اللوبس نفرايتس قلنا كيف تجي، نيورولوجيك قلنا بأي سيمتومز نيورو أو سايكاتري، هيموليتيك أنيميا، ليوكوبينيا، ترومبوسايتوبينيا اللي هي كلها كانت ملخصة في كلمة هيماتولوجيكال فوق، قلنا لو سي بي سي لاين. اميونولوجيك كرايتيريا عندنا هذه الانتي بوديز المهمة اللي لازم تكونوا عارفينها. أول واحد الـ ANA هو أهم واحد، ليش؟ لأنه هو الموست سنسيتيف تيست. إيش يعني ذا الكلام؟ السنسيتيفيتي حقته almost 95%، والسنسيتيف تيست دائما احنا نستخدمه تو رول اوت. فاذا اذا انا شاكه انه هذه اس ال اي من السيمبتومز ارسل اي ان اي، جاني نيجاتيف اس ال اي اكسكلودد، روح دور على شيء ثاني. هذا معنى انه هو سنسيتيف تيست. لما نقول سبيسيفيك، لا سبيسيفيك يعني معناها لو جاني بوزيتيف فاذا ايوه هذه عندها اس ال اي، لكن لو جاني نيجاتيف ما ينفي، ستيل ممكن يكون عندها اس ال اي. عكسها سنسيتيف تيست، ركزوا في الكلام هذا لانه ترى يهمكم في اغلب الديزيز الثانيه كمان لما تقراوا هذا سنسيتيف هذا سبيسيفيك. سنسيتيف معناها اي كان رول اوت، يعني لو جاني نيجاتيف خلاص اقدر احلف اقول هذا ما هو اس ال اي، حدور على شيء ثاني. لو جاني بوزيتيف طيب ممكن تكون اس ال اي ممكن تكون شيء ثاني. فاذا ذا موست، لو سالني كده ذا موست سنسيتيف تيست حختار اي ان اي. طب مين اجرى السبيسيفيك تيست للاس ال اي؟ الاس ال اي ما هو زي الار اي، ترى في انتي بوديز مره كثيره. في الار اي حترتاحوا، هم كلهم اثنين تعرفوهم وخلاص. فعندنا الانتي دبل ستراند دي ان اي، هذا يعتبر سبيسيفيك تيست. وعندنا الانتي سميث، الانتي سميث هذا مور سبيسيفيك. اذا الاثنين كلهم سبيسيفيك ولكن كل واحد فيه له ميزه. الانتي سميث از ذا موست سبيسيفيك، يعني اكثر من ذاك. هذا معناه انه لو لقيت الاثنين في الخيارات وسالني ايش السبيسيفيك تيست اختار الانتي سميث هو الاصح. هذه اللي اقول لكم يكون في اثنين صح بس مين فيهم الاصح. الاصح انكم تختاروا انتي سميث لانه هو الموست سبيسيفيك اكثر من الانتي دبل ستراند. طب الانتي دبل ستراند ايش ميزته غير انه سبيسيفيك؟ يستخدم للديزيز سيفيريتي، يعني هذه المريضه بعد ما شخصتها انا باس ال اي لما تجيني في الفولو اب هاطلب لها انتي دبل ستراند. ليش؟ از فولو اب فور ديزيز سيفيريتي، للفلير حق الديزيز، يعني التايتر حقه يطلع وينزل مع الفلير حق الديزيز.
لكن الانتي سميث والاي ان اي وانس انها بوزيتيف هي بوزيتيف خلاص ما في تايتر. يعني لو طلبتها بعد سنتين، لو طلبتها بعد 5 سنوات حديني بوزيتيف برضو، ما حترجع لي مثلا نيجاتيف واقول والله تحسن، ما لها دخل. فاذا تنطلب مره واحده في الحياه، عكس الدبل ستراند ينطلب كل مره. مين ينطلب معاه كمان؟ الكومبلمنت. الكومبلمنت برضو تستخدم في اني اشوف الديزيز سيفيريتي، خاصه مع اللوبس نفرايتس. فكره الكومبلمنت انه كيف حتكون المفروض في الاس ال اي لما يكون اكتف؟ حتكون لو، صح؟ لانه انتوا بتقيسوا الكومبلمنت في البلاد. الكومبلمنت هذه كلها هي اصلا راح تترسبت في التيشو اللي خربته اللي هو الكدني مينلي. فاذا لما تكون كلها اكيوميليتد هناك في الكدني، المنطق يقول اني لما اسحب بلاد سامبل حيجيني لو كومبلمنت. فاذا الدليل انه هذا، يعني مو لما اشوف لو افرح اقول والله لا خلاص نورمال او لو المفروض انها تكون هاي عشان اخاف، لا انا اخاف لما تكون لو وانبسط لما تكون نورمال عادي. فاذا لو كومبلمنت مينز اكتيف ديزيز، معناها انه كل الكومبلمنت رايحه في التيشو. انتي فوسفوليبيد انتي بودي تكلمنا كيف نشخصها كلينيكالي، قلنا تيجي بمسكاريج، تيجي بارتيريال وفينس ثرومبوزز. كيف اشخصها؟ في لها انتي بوديز، 3 انتي بوديز حجيب لكم هي تحت دحين لانه يبغى لكم تحفظوا اساميها. الكوم سيست ليش تهمني؟ لانه احنا قلنا انه ممكن يجي معاهم اوتو اميون هيموليتيك انيميا، فهم حاطين لكم الكوم سيست واحده من الكرايتيريا. الابديتد كرايتيريا احنا ما قلنا الاي ان اي هو سنسيتيف تيست، ولو جاني نيجاتيف معناها افكر في شيء ثاني. فهذا الابديت اللي حصل عندهم، قالوا بدل ما تمسكوا من البدايه كلينيكال وايميونولوجيكال كل واحده في حال، والاي ان اي كده يعتبر بس بارت منها، لا الاي ان اي اخذ حجمه دحين. فقالوا اول شيء اذا شكيت ترسل اي ان اي، واذا جاء نيجاتيف اذا خلاص اكسكلود، دور على شيء ثاني. if absent do not classify as SLA، if present نقوم نخش وقتها على الكرايتيريا حقتنا اللي هي نفس اللي احنا تكلمنا عنها فوق دوبنا، نفس الكلينيكال بيكتشر والاذر انتي بوديز الثانيه. فالتغير اللي صار انه قال لكم دحين الاي ان اي هو ينطلب اول شيء، واذا نيجاتيف خلاص احنا خرجنا من سكه الاس ال اي، واذا بوزيتيف نرجع نكمل على الاذر كرايتيريا. طيب خلينا نشوف مثال، يقول لكم 19 يير اولد فيميل بريزنت تو ذا فيزيشن وذ مالر راش. مالر راش هي نفسها باتر فلاي راش، ارثرايتس، اورال السر، روتين يوريا، ثرومبوسايتوبينيا، بوزيتيف اي ان اي اند انتي دبل ستراند. فهو حتى لو ما قال بوزيتيف اي ان اي وانتي دبل ستراند، الصوره مره واضحه اس ال اي جايتكم بسكين جوينت اورال السر وكمان كدني مانيفستيشن وكمان هيماتولوجيكال مانيفستيشن. فهذه ماسكه سيستمز مره كثيره. كمان خلاص عشان ياكد لي ويسهل لي الموضوع قال بوزيتيف اي ان اي وانتي دبل ستراند، فاذا ذيس از اس ال اي. 22 year old female presented to your clinic complaining of cheek rash that is photosensitive to sun exposure. She also gave history of on and off fever, fatigability and recent weight loss. فهنا جابوا لكم ال constant وال flare symptoms وحطوا معاها من ال symptoms حق ال SLA هل مال الراش وانها هي photosensitive، هذا typical راش حقهم. فالسؤال what is the diagnostic test؟ مدام قال diagnostic معناها شيء specific خلاص، ما قال سكرينينج، ما قال سنسيتيف. دايجنوستيك اذا شيء كونفيرماتوري، فاذا انا هختار يا اما انتي دبل ستراند يا اما انتي سميث. اجي ادور في الخيارات ما هو حاطط اصلا غير انتي دبل ستراند. انتي سي سي بي هذا حق الروماتويد ارثرايتس، سي ار بي يكون نورمال في الاس ال اي ما يفيدكم هنا، السي ار بي فائدته الوحيده ممكن في الروما انكم تطلبوه في الار اي فور ديزيز سيفيريتي. يعني هنا احنا عندنا في الاس ال اي في السيفيرتي في الانتي دبل ستراند في الكومبلمنت في السي بي سي اشياء كثير تساعدني. هناك في الار اي ما في شيء يعرفني انه المريض في فلير غير السي ار بي والاي اس ار اللي هي ما هي مهمه في كل الديزيز الثانيه، يقولون نون سبيسيفيك. انتي اس سي ال 70 هذا فور سكليرودرما. One of the following is a criteria of SLE. فباي اكسكلوجن اصلا حتى اللي مو حافظ الكرايتيريا يقدر يعرف ان الويت لوس فاتيجابيلتي لوس فابيتايت كلها هذه نون سبيسيفيك سيمبتومز كونستانت سيمبتومز، والاوتو اميون هيموليتيك انيميا هو الجواب. Patient known to have SLE came with pale skin and fatigue. Labs showed hemoglobin 10 and ferritin 600 high. So what is the cause? هذا هو السؤال اللي قلت لكم ما لنا علاقه انها هي SLE او لا، نمسك الكيس از انيميا. فاذا وانس انه قل الفيريتين هاي اصلا على طول حيروح بالي على انيميا اوف كرونيك ديزيز، لان هم اللي يكون عندهم هاي فيريتين ديو تو ذا كرونيك انفلاميشن.
السؤال يعتبر ناقص، لأنه ممكن لو جاب لي الهيموليتيك بارامتر هنا عالية ممكن وقتها نختار هيموليتيك أنيميا، صح؟ لأنه كومون تيجي معاهم أوتو ميون هيموليتيك أنيميا. لو قال لي كومس تيست بوزيتيف، لو قال لي والله هاي ريتيكولوسايت، هاي بيليروبين، لو هابتوجلوبين، صورة الهيموليسيس، فممكن تكون هيموليتيك أنيميا. أيوه، بس بالداتا هذه اللي محطوطة عندي ما أقدر أقول غير إنه هذه أنيميا أوف كرونيك ديزيز. نفس الكلام اللي دوبنا قلناه فوق، ANA is 95% sensitive, so negative ANA exclude SLE. Anti Smith is the most specific. Anti double strand specific and measuring disease activity. By the end of this lecture المفروض ترى تكونوا انكم حافظين هذه المعلومات كلها. وخلاص اول ما يجيكم سؤال SLE في الاختبار يصير شيء مره سهل قدامكم، على طول تعرفوا ايش طالب وايش تجاوبوا. عندنا ثاني كمان انتي بادي ما كانت مذكوره الكرايتيريا اللي هي الانتي رو او انتي اس اس اي، مهم ترى تعرفوا اللي بين القوسين لانه مره يكتبوها كذا مره يكتبوها كذا، او انتي لا او اسمه الثاني انتي اس اس بي، فهذه مره مهمه وما في اختبار تقريبا يخلو منها. انه لو كانت بوزيتيف في واحده اس ال اي حامل، اذا المريض المريضه البيبي حقها هيجي بنيونات اللوبس. نيونات اللوبس له كذا صوره، البيبي نفسه ممكن يجيني بسكين راش حق الاس ال اي، ممكن يجيني بترانساماينايتس، ممكن يجيني بكذا شيء، ولكن ان انتو في هذا الليفل حق الاس ام ال اي ما بيسالوكم غير في الهارت بلوك في الكارديو فاسكولار مانيفستيشن حقت النيونات اللوبس، انه هذا والله البيبي اول ما ينولد ممكن يا حرام يجي له هارت بلوك، فليش ما اكتشف من بدري من لما كان في بطن امه والحق عليه؟ كيف اكتشف؟ simply اي بريجننت لو اي لوبس تصير بريجننت I have to send for anti ro anti la as a screening for neonatal lupus. طبعا لها كمان ديفرنشيال ثاني، الانتي رو والانتي لا تنذكر دائما مع الشوغرن سيندروم اللي هم يجوا بدراي اي دراي ماوث، وكمان تيجي بوزيتيف في اللوبس نفسهم في الناس اللي عندهم سب اكيوت كوتينيوس لوبس اللي وريتكم صورته فوق، لكن ما حيسالوكم في هذا كله، حيسالوكم بس في انه اذا بوزيتيف اذا ايش هذا؟ اذا هذا نيونيتال لوبس. الانتي فوسفوليبيد انتي بادي الانتي بوديز حقتها ثلاثه، اسمها لوبس انتي كواجلانت، وواحد اسمه انتي كارديوليبين انتي بادي، وواحد اسمه انتي بيتا 2 جلايكوبروتين انتي بادي. مهمه مهمه لازم تحفظوها الثلاثه كلها، لانه ما تدروا في الاختبار حيجيكم اي واحد. السؤال حيكون واحده اس ال اي جاتك بثرومبوزز، ايش الانتي بادي اللي تبغى ترسله؟ فاذا تطالع في الخيارات دور واحد من هذه الثلاثه. How to measure the disease severity؟ احنا قلنا خلاص من الانتيبوديز اللي عندنا، عندنا اثنين انتي دبل ستراند، وعندنا الكومبلمنت من الاميونولوجيك كرايتيريا قصدي، والاذر تيست اذا كان والله الاي اس ار هاي معناها في انفلاميشن، اذا كان والله السي بي سي لاينز كلها لو، ليوكوبينيا خاصه ليمفوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، هيموليتيك انيميا، معناها الديزيز هذا اكتف. السي ار بي يكون دائما نورمال في الاس ال اي، فاذا لو جاني هاي سي ار بي عندهم اي هاف تو سيرش فور كو اكزيستنج انفكشن، مو زي ال RA يعلى عندهم عادي في الفلير. فليس لي لا، حتى في الفلير ال CRB should be normal. هذا كده يختصر كل الكلام اللي أنا قلته. screening لو قال والله what is the screening test أو what is the sensitive test أختار ANA، لو قال the most specific أخذ anti Smith، specific and assessing disease severity anti double strand. رجع أعيده عشان أتأكد إنكم خرجتوا من هذا الفيديو خلاص وأنتم حافظين إن شاء الله. انتي فوسفوليبيد، لوبس انتي كواجلانت، انتي كارديولوبين، انتي بيتا 2 جلايكوبروتين، نيونيتال لوبس، انتي رو، انتي لا، ديزيز اكتيفيتي اند لوبس نيفرايتس كومبلمنت، وكيف تكون؟ تكون لو كومبلمنت، دراج انديوس لوبس، انتي هيستون. اعرفوا بس المعلومه اللي نتكلم عنها تحت دحين بالتفصيل، في شيء اسمه دراج انديوس لوبس يعني دراج ياخذه المريض يسوي لي نفس المانيفستيشن حقت الاس ال اي. نيوروسايكاتريك اس ال اي ما هي مهمه لكم لا تعرفوها. يلا نطبق هذا الكلام اللي قلناه. Pregnant patient known to have SLE controlled on medication. Came for follow-up. She read about risk of having heart block for the baby because of lupus. So what you will order to determine the risk of neonatal heart block? فإذا anti-SSA. والأفضل كمان إنكم تشوفوا كل الخيارات وإنتوا بتدربوا نفسكم دحين على المذاكرة. شوفوا الخيارات الثانية وحطوا في بالكم هذا حق ايش عشان تبدأوا تثبتوا حتى المعلومة عندكم. فخلاص تجوا تقولوا انتي دبل ستراند ديزيز سيفيريتي سبيسيفيك، انتي تي سي بي ار اي، انتي سميث مو سبيسيفيك، المفروض كده انتوا بتذاكروا ترى.
عشان تتأكد إنه خلاص حتى المواضيع الثانية مغطاة عندكم كويس. patient with malar rash, chest infection, anemia, renal impairment. chest infection هنا المقصود بيها إنه هي عندها ليوكوبينيا، بس حطيناها بلفة كده. low C3 and C4, what is the diagnosis؟ فإذا malar rash, chest infection, anemia هذه من الكرايتيريا حقت الـ SLA. فبيعطيكم هنت إنه ترى هذه SLA. بعدين قال لك والله في renal impairment و low complement and this is lupus nephritis. نيونيتال اللوبس ما لها علاقة، ما هي حامل أصلا المريضة. لوبس سيريبرايتس ما جاتني بسي ان اس سيمتومز، وانتي فوسفوليبيد ما قال لي في اي ثرومبوزز عندها ولا ابورشن. One of the main determinant of prognosis is the kidney manifestation. فغالبا اللي جيهم لوبس نفرايتس هذول بيكونوا بور بروجنوزز عن غيرهم. بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس، هيفي هيماتوريا، بروتينيوريا، نلاقي عندهم كاست في اليورين. عشان كده كل فولو اب لهم لازم اسوي لهم يورين اناليسيس، والكدني بايوبسي از مانداتوري. فقلت لكم اول ما تلاقوا كدني مانيفستيشن اختاروا رينال بايوبسي. لما يقول لكم والله في عندها هاي بروتين اختاروا بايوبسي على طول، لا تختاروا الريبيت البروتين لاني ما حستفيد، بس مجرد اني هاخر المانجمنت حقها وخلاص. فالجواب دائما كدني بايوبسي. طبعا انتوا عارفين انه اي رينال ديزيز بيسوي لي هايبرتنشن صح؟ فهذول لازم اتحكم في البلد بريشر حقهم مظبوط عشان ما يكون ضربه من هنا وضربه من هنا. We have to control blood pressure خاصة لو كانت early stage lupus nephritis أول stage منها، لأنها هي كذا stage 6، أول stage منها supportive treatment. فمجرد إني بس أتحكم في blood pressure يكفيني. هتشوفوا عليها سؤال تحت. So SLE patient following in clinic no symptoms controlled on medication but she has high urea and high creatinine and high protein. هذه فائدة السكرينينج اللي بيسووه. ولقوا كمان ار بي سي كاست، وات از يور مانجمنت؟ دائما كلمه مانجمنت في السؤال انكلودينج انفستيجيشن بلس تريتمنت الاثنين، يعني مو معناه عشان قال مانجمنت معناه لازم اختار دواء. عادي نبدا من الانفستيجيشن فيها. هل حتطلبوا انت دبل ستراند؟ ما يحتاج، لانه هي ايش حستفيد منه يعني كده ولا كده. نو سيمتومز وكنترول. رينال بايوبسي ولا نعيد اليورين بروتين؟ قلنا ما منه فائده الاعاده. يورين كلتشر ما منه اي فائده، ما في بيكتشر اوف يو تي اي اصلا. فهذا هو الجواب هنا رينال بايوبسي. female patient admitted as a case of pulmonary embolism anticardiolipin antibody and lupus anticoagulant is positive وشي had three previous miscarriage. يبقى تحلف انها antiphospholipid. so what is the diagnosis? this is antiphospholipid syndrome clinically وimmunologically. 27-year-old female found to have positive lupus anticoagulant antibody. What type of anticoagulation would you offer? فإحنا قلنا كل الانتيفوسفوليبيد they have to take lifelong warfarin. Non-vitamin K anticoagulant ما ينفع معاهم أبدا. Enoxaparin حيكون الجواب الصح لو كانت هذه pregnant lady. لو كانت pregnant وعندها previous DVT حتاخد enoxaparin، لأنه طبعا الوارفارين is contraindicated عشان تيراتوجينيك في الحمل، ما عدا لو كانت الدوز أقل من 5 ملي جرام. يعني اوريدي اصلا هي عايشه حياتها على وارفرين اقل من 5 ملي جرام، ممكن وقتها تكمل في حملها لانه التراتوجينيسيس يبدا من اعلى من 5 ملي جرام. لكن الافضل دائما انها تتغير وخلاص تاخذ انوكسابارين وقت الحمل وترجع بعدين بعدها. Pregnant lady known case of SLE with a previous DVT so what to give. هذه pregnant اهي وعندها previous DVT وهي known SLE، فما دام اس ال اي وجاها دي في تي قبل كده يعني يبغاك تقول انه هذا عندها انتي فوسفوليبين. فممكن الواحد بسرعه كده يستعجل ما ينتبه يروح يختار وارفارين وهي غلط لانها بريجننت، فلازم تاخذ انوكسابارين. وشوفوا هنا الانتي فوسفوليبيد اند بريجننسي، لو واحده عندها انتي فوسفوليبيد انتي بودي بوزيتيف ولكن ما قد جاها لا ثرومبوزز ولا قد جاها ميسكاريج قبل كده، ايش يعني؟ يعني هي تشخصت اس ال اي ولما سوينا لها سكريننج فور انتي فوسفوليبيد جاني بوزيتيف لكن سيمتومز ما جاها اي شيء منه، فهذه لما تحمل اعطيها بس لو دوز اسبرين. طيب والله عندها بوزيتيف انتي فوسفوليبيد وعندها بريجننسي لوس قبل كده حصل لها ميس كاريج، هذه اعطيها لو دوز اسبرين بلس بروفيلاكتيك لو موليكولر ويت هيبرين. بروفيلاكتيك دوز وليس ثيرابيوتيك. لو موليكولر ويت هيبرين هي لينوكسابارين طبعا. طب واحده عندها بوزيتيف انتي فوسفوليبيد بروفايل بلس دي في تي، وانس ان هي عندها دي في تي اذا هي اوريدي اصلا كانت ماشيه على ثيرابيوتيك انتي كواجيليشن، فالمنطق يقول اني اكملها دحين كمان ان اديشن تو ذا اسبرين
اني اعطيها ثيرابيوتيك لو موليكولر ويت هيبرين. فهذا الفرق، ليش هذه الثانيه اخذت بروفيلاكتيك والثالثه اخذت ثيرابيوتيك؟ لانه الثالثه اصلا عندها انديكيشن فور ثيرابيوتيك هيبرين، لازم تكون ماشيه عليه طول عمرها. اما الثانيه لا، البريجننسي لوس ما هي انديكيشن اني امشي الواحد على هيبرين طول عمره. فهذه مره مهمه ترى، لازم تحفظوها، ارجعوا اقراوها كده على مهل حتى نحفظ معاكم. المانجمنت حق الاس ال اي عندنا نان فارماكولوجيكال، اللي هو افويد سن اكسبوجر وحطي سن بلوك، سموكينج سيسيشن وفاكسينيشن. الاسئله فيها ما هي مره كثيره، هم يركزوا لكم اكثر شيء على الفارماكولوجيكال في الميديكيشن. والله ما تصدقوا لو اقول لكم انه هذه اسهل اسئله مانجمنت ممكن تمر عليكم في الروماتولوجي بلوك كله، جدا سهله ترى، مع انه الواحد لو انه ما يكون مذاكرها مظبوط ممكن يحس انها معقده والاسئله تلخبط، لكن هي ببساطه جدا. انا عندي حاجات معينه لازم اعرفها، لازم اعرف انه كل مريضه اس ال اي لازم، ليش انا دائما بتكلم عن الاس ال اي از فيميل؟ لانها هي مور كومون ان فيميل عن المين، ولو جاء اس ال اي في ميل على فكره هذا بور بروجنوستيك فاكتور، يعني البروجنوستيك حقهم بيكون اسوء من الفيميل. ف لما نجي اتكلم مع اي مريضه اس ال اي لازم تكون ماشيه على هيدروكسي كلوروكوين، اللي هو اسمه المعروف بلاكونيل. الهيدروكسي كلوروكوين هذا اذا كورنر ستون، ما في واحده اس ال اي الا لازم تكون ماشيه عليه unless there is contraindication. ايش الكونترا انديكيشن؟ ما تهمكم، عمرهم ما حيجيبوا لكم هي بلفه زي كده، دائما يبوكم تعرفوا انه مدام هذا اس ال اي دور الميديكيشن حقته على هيدروكسي كلوروكوين. طيب بعد كده كيف احدد المانجمنت حقي؟ يختلف على حسب السيمبتومز اللي جاتني بيها المريضه، هل هي مايل تو مودريت ولا هي لايف ثريتنينج؟ مايل تو مودريت يعني بس مجرد كيوتينيوس مانيفستيشن، سواء البترفلاي فيشيال راش، ديسكويد، سب اكيوت كيوتينيوس لوبس، او جوينت انفولفمنت وارثرايتس، هذه تعتبر مايل تو مودريت، ما مسكت الاورجن اللي جوه. فاذا هذول يمشوا على الهيدروكسيكلوروكوين حقنا اللي هو الكورنر ستون، لانه ترى هو برضو مره يساعد في الكيتينوس مانيفستيشن والجوينت، وانسيد انسيد فور جوينت بين. طيب والله السؤال يجيك زي كده، واحده دوبها مشخصه ومجرد عندها ارثرايتس وراش، ايش تبي تعطيها؟ خلاص هيدروكسيكلوروكوين بلس انسيد. لو ما في انسيد في الخيارات بلاقوا ستيرويد. الستيرويد عموما ما نعطيه الا لو كانت نوت ريسبوندينج تو انسيد، يعني اعطيتها هو ستيل شي هاز جوينت بين، اقوم اعطيها لو دوز كورتيكوستيرويد. ولاحظوا لو دوز، ما بعطي هاي دوز، الهاي دوز تكون في اللايف ثريتنينج. فاذا امشيها على هيدروكسيكلوروكوين انسيد نوت ريسبوندينج تو انسيد، احط لها لو دوز كورتيكوستيرويد، والله لسه نوت ريسبوندينج لو دوز كورتيكوستيرويد، ديك الساعه ممكن اعطيها ميثوتريكسيت. ميثوتريكسيت مره حلو للجوينت بين، حتى الروماتويد ارثرايتس اصلا الكورنر ستون حقه هو الميثوتريكسيت. فاذا هذا لو كان مايل تو مودريت ديزيز. طب نيجي لللايف ثريتنينج اللي مره يحبوا يسالوا فيها كثير. هذه لايف ثريتنينج ايش يعني؟ يعني سي ان اس، يعني كاردييك، يعني رينال. في اشياء ثانيه لايف ثريتنينج، في والله في شيء اسمه بالمونري هيموريج، في حاجات ثانيه لكن ما يسالوكم فيها، مو مهم تعرفوها، يكفي انكم تعرفوا لي والله النيورو سايكاتريك لوبس، اللوبس نيفرايتس، ولو جاتني بيريكاردايتس او بليبن ساك اندوكاردايتس، يعني كاردييك مانيفستيشن، هذه تعتبر لايف ثريتنينج واي هاف تو تريت وذ هاي دوز كورتيكوستيرويد بلس اميونو سبريسنت. الاميونو سبريسنت هاي دوز كورتيكوستيرويد ما عليها خلاف، خلاص هيقول لك هاي دوز ميثايل بريدنيزولون اي في، انتهى الموضوع. الخلاف في الاميونو سبريسنت، لانه انا عندي تو دراج، عندي سايكلوفوسفامايد وعندي مايكو فينوليت. سايكلوفوسفامايد اور مايكو فينوليت، اكتبوا عندكم اسمه مايكو فينوليت مفتل، واي احد دخل الاختبار مليون في المية مر عليه هذا الدرج. كلها الاثنين تنفع، يعني عادي انا حاطي ميثايل بريد بلس واحد منهم، اللخبطة ممكن شوية لو حطوا لكم الاثنين كلهم في الخيارات، هذا في خيار وهذا في خيار، ديك الساعة علي اساس اختار. ما خرجوا عندكم عن انه لو كانت نيورو سايكاتريك لوبس اي هاف تو تشوز سايكلوفوسفامايد هو البيست. إذن سي ان اس فور سايكلوفوسفامايد، افتكروا حرف السي مع السي. طيب والله جاتني بلوبس نفرايتس، اختار مايكوفينوليت، ولكن لو في الاثنين مع بعض فغالبا هو المريضة ارجعوا طالعوا فيها كذا شوفوا عمرها، هتلاقوها تشايلد بيرنج ايج لسه تخلف. السايكلوفوسفامايد عيبه انه يسوي لي انفرتيليتي، يعني حتى لما اجي اعطيه للمريضة اقول لها
هل انت ناويه تخلي فيه؟ هل انت خلاص اوريدي جبتي عدد كويس من الاطفال ولا لسه ناويه؟ لو ناويه والله ممكن يخزنوا لها الاوفم حقتها، يسووا لها فريزنج لها. الميل برضه لو حيسوي يخزن السبيرمز حقته، لانه حيصير انفرتايل بعدها، فحرام انه ما يعرف هذه المعلومه، ياخذ الدواء وبعدين فجاه يكتشف انه ما صار قادر يخلي. فلو لقيناه تشايلد بيرنج ايج، الافضل اننا نتجنب السايكلوفوسفامايد، وقتها تختاروا مايكوفينوليت. هذا هنت كذا، بس صراحة أنا ما شفته في الاسم اللي يعني جاء في البورد، صح؟ على هذا الأساس ممكن نختار، لكن في الاسم اللي دائما أقول لكم لو نيورو سايكاتريك بيحطوا لكم سايكلوفوسفامايد في الخيارات، ولو لوبس نيفرايتس بيحطوا المايكو فينوليت. هذا نفس الكلام اللي قلت لكم، هو السايكلوفوسفامايد يسوي از سبيرميا، يسوي ان اوفيوليشن، فيحتاج بري تريتمنت اوفا اند سبيرم كولكشن اند ستورج. كمان في شيء ثاني تسويه السايكلوفوسفامايد، خلوكم عارفين لانه احيانا يسالوا في السايد افكتس حقت الدراجز هذه، انه يسوي شيء اسمه هيموراجيك سيستايتس، فيجيني البيشنت بهيماتوريا هيموراجيك سيستايتس، كيف اتجنبها؟ جود هايدريشن قبل الدوز، وحاجه اسمها مسنه. المسنه هذه تدخل في الجسم تمسك في التوكسيك ميتابولايت اللي طالعه من السايكلوفوسفامايد، فما تخليها تروح تاثر على البلدر وتسوي لي هيموراجيك سيستايتس. المعلومة مهمة ولا مو مهمة؟ هي مهمة، ما جاء سؤال عليها، ممكن لأن أنا مركزة في أسئلة الروما، ممكن لو رحت على أسئلة الأونكولوجي والكيموثيرابي ألاقيها هناك، لأن المعلومة مرة كومن صراحة إنه السايكلو يسوي هيموراجيك سيستايتس وكان بي افويدد باي جود هايدريشن اند مسنة. يلا نطبق ده الكلام. اس ال اي اون بريفيس ميديكيشن كام ناو وذ اكتيف ارثرايتس وات يو ويل جيف؟ فهو بيقول لك اون بريفيس ميديكيشن، السؤال اكيد ناقص طبعا، اكيد كان مكتوب فول ميديكيشن وديفينتلي كانت ماشيه على هيدروكسيكلوروكوين لانها كورنر ستون. الاجابات غالبا انها منقوله خطا اصلا، فما المفروض يكون الهيدروكسي كمان في الخيارات. عموما الاوبتيمم انسر لهذه الكيس المفروض تكون هيدروكسيكلوروكوين بلس انسيد. ما هي موجوده الانسيد في الخيارات، اذا حنروح على النكست اللي بعدها لو دوز كورتيكوستيرويد. فالجواب هنا اخترنا ستيرويد. الاكسبلانيشن حقي ليش اخترت ستيرويد، لانه ما دام قال لي اون بريفيس ميديكيشن فهي مليون في الميه ماشيه اصلا على هيدروكسي كلوروكوين، والهيدروكسي هذا ما كان في الخيارات. تمام، فانتوا لو عارفين المانجمنت الصح في بالكم، مهما يكون السؤال ترى وانتوا بتقرؤوه في اي ريفرنس قاعدين تذاكروا منه ما يهمكم، لانه انتوا عارفين الصح وجوتكم، فونس انه يجيكم السؤال في الاختبار حتعرفوا تجاوبوا على طول. Patient with symptoms of SLE, arthritis and malar rash. What medication should be started? على طول أول ما يجيني management على طول أفكر هذه mild to moderate ولا life threatening؟ فهذه بما إنها بس joint و skin إذا هذه mild to moderate، فأكيد ما حختار مايكوفينوليت، ولا يحتاج إني أروح على الميثوتريكسيت على طول من البداية، احنا قلنا انسيد بعدين ستيرويد بعدين الميثوتريكسيت، ولا حاحتاج أزيثايوبرين حتى، فإذا الجواب هيدروكسيكلوروكوين and ستيرويد. لو في هيدروكسيكلوروكوين اند انسيد برضه حيكون هو الصح. كيس اوف اس ال اي اند شي از اون بريدنيزولون هيدروكسيكلوروكوين مايكوفينوليت شي وانتس تو بيكم بريجننت، هذه ماشيه على مايكوفينوليت معناها قد جاها لايف ثريتنينج كونديشن، يا اما جاها لوبس نيفرايتس يا اما نيورو سايكاتريك او كارديا، فاذا شي وانت تو بيكم بريجننت. فهنا مره مهم نعرف، هذه من الاسئله الجديده ترى، ايش السيف دراج ديورينج بريجننسي وايش الكونترا انديكيتد دراج؟ فالميثوتريكسيت مليون في المية كونترا انديكيتد، المايكوفينوليت برضو كونترا انديكيتد، ولكن الهيدروكسيكلوروكوين از سيف. مرة حلو هذا الهيدروكسي، قلت لكم هو الكورنر ستون أصلا، الحمد لله حتى البريجنسي ما يعوقه. فإذا الجواب هنا حيكون نوقف إيش؟ نوقف ال MMF، وأكيد ما هو ستارت ميثوتريكسيت لأنه كونترا انديكيتد، سو ستارت أزاثيوبرين لأنه سيف. ايش يهمكم هنا؟ موجوده، شوفوا الدراجز كلها ما حد يخرج عن هذه الدراجز اللي موجوده، اللي بالاحمر هي اهم شيء السيف دراجز، الجلوكوكورتيكويد طبعا سيف، والهيدروكسيكلوروكوين سيف، السلفاسالازين كمان سيف تفيدكم هذه حتى في الانفلاماتوري باول ديزيز، الازاثيوبرين سيف، سايكلوسبورين، تاكروليماس اي في اي جي، الكونترا انديكيتد ميثوتريكسيت، الفلوناميد، والسايكلو والمايكوفينوليت الاثنين حقين اللايف ثريتنينج كونديشن عندنا كلهم كونترا انديكيتد، الميثوتريكسيت برضه كونترا انديكيتد. فاذا ركزوا على اللي مكتوبه بالاحمر هذه لانه غالبا ما حتخرج عنها، اعرفوا الباقي برضه احتياطا لانه ممكن تفيدكم في ديزيز ثانيه ترى.
فاذا هنا كان الجواب اني اوقف الام ام اف لانه هو اللي ما ينفع ينعطى. بالنسبه للبريدنيزولون والهيدروكسيكلوروكوين عادي سيف، فحتكمل عليها. طب بدل الام ام اف ايش اعطيها؟ اعطيها شيء سيف، اعطيها اذاثيوبرين. It is the most common medication known to cause drug-induced lupus. طيب نخش هنا في موضوع جديد. The most common اللي يسوي لي drug-induced lupus هو الهيدرالازين. فانكومايسين يسوي لي حاجة اسمها ريد مان سيندروم، عشان لا يلخب عشان هم يعني عشان يلخبطوكم حاطينها زي كده، إنه الفانكومايسين يسوي لي ريد مان سيندروم، فوالله لونه يصير أحمر، فممكن الواحد يربطها بإنه حقين الدراج انديوس تو، بس برضه بيجيهم مال الرعش احمر، فعشان كده حاطينه بس للخبطه. هي ما لها علاقه، ذاك ريدمان سندروم وهذا دراج انديوس تو بس. سيفترايكسون باراسيتامول طبعا ما راح يسووا له زي كده. فمن هنا نتكلم كده عن شيء اسمه دراج انديوس لوبس، وباكم تفرقوا عن دراج اكسسربيت لوبس. دراج انديوس لوبس يعني واحده سليمه ما عندها اس ال اي ولا عندها اي مانيفستيشن في اس ال اي قبل كده، أخذت درج معين including hydralazine including procainamide antiarrhythmic isoniazide الانتي تي بي دلتازيم أو كوينيدين. أهم شيء فيهم تعرفوه hydralazine procainamide وايزونايزايد، الثلاثة الأولى لازم تكونوا عارفينها، ما ينفع إنكم ما تحفظوها. الموست كومون فيهم هو الهيدرالازين، عشان كده هذا كان يعتبر ريكول كويستشن هنا، فحتى لو حط لي هيدرالازين والاذر ميديكيشن اختاروه هو، هو الموست كومون. فهذا احنا قلنا سليم ما كان عنده ولا شيء، بعد ما اخذها ظهر له مال الراش، ظهر له جوينت بين، ظهرت له اعراض تشبه الاس ال اي. لما نرجع في الميديكيشن هيستوري يطلع والله انتي هايبرتنسيف، ودوبه بدا على انتي هايبرتنسيف تحديدا الهيدرالازين. ايش اطلب لهم انتي بادي هذول؟ اطلب لهم انتي هيستون انتي بادي. طيب في شيء ثاني اسمه دراج اكسسربيت لوبس، هذه واحده نون اس ال اي اوريدي وعلى ميديكيشن وبتتابع، ففي دراجز معينه اقول لها تجنبيها لانه هذه حتسوي لك اكسسربيشن وفلير. منها كل الدراجز اللي كونتيننج سلفا زي الترايميتوبريم سلفا ميتاكسسول، فاي دراج فيه سلفا يسوي لي اكسسربيشن. وفرقوا فيها درجات، سؤالين عليها يعني، جاء هذا هنا هو دراج انديوس لوبس، وجاء اللي بعده هذه يقول لكم 22 فيميل نون اس ال اي جات بديسيوريا وسوبرا بيوبيك بين، واليورين اناليسيس طلع بوزيتيف نايترايت، فاذا عندها يو تي اي، والترايميثوبريم سلفا ميتاكسسول مشهور مره في اليو تي اي. فبيقول لكم which drug is associated with اس ال اي فلير and you should avoid using it. شفتوا الفرق ما بينهم؟ هذاك واحد كان بس كده يسالكم ريكول ذا موست كومون واخترنا هيدرالازين، او ممكن يجيكم بانه والله هايبرتنسيف وبدا على ميديكيشن وجات واعراض اس ال اي الان، ايش ممكن يكون السبب؟ فنقول هيدرالازين. اما هذه لا، اوريدي دايجنوز وبيقول لك مش الدرج اللي ممكن يسوي حالتها، مو يجيب لها لو بس يسوي حالتها بس. فالجواب هنا هو ترايميثوبريم سلفا ميتاكسسول. ايش الانتي بادي حقها؟ انتي هيستون انتي بادي. ممكن يجيبوا لكم هو كده دايركت كويستشن. SLE with arthritis on NSAID and hydroxychloroquine but not responding to NSAID, what to add? المفروض اللي احنا ماشيين عليه انه المايل تو مودريت hydroxychloroquine plus NSAID not responding to NSAID, low dose corticosteroid not responding، لسه هنختار ميثوتريكسات. فاذا النكست هنا حقنا المفروض اضيف ستيرويد، ولكن مو محطوط في الخيارات، فاذا نبغاك تروح على اللي بعده. اللي بعده هو الميثوتريكسات. شفتوا كيف تنحل الاسئله؟ patient has SLE with neurological manifestation patient already on corticosteroid فخلاص عطوا له الهاي دوز ميثايل بريد، so what to add now؟ فقلنا once انه neurological manifestation البيست هو السايكلوفوسفامايد. patient presented with malar rash mouth ulcer arthritis there was proteinuria high creatinine low complement which drug to give؟ فإذا هذه عندها لوبس نفرايتس، فإذا هذه لايف ثريتنينج، فحاطي ستيرويد، ستيرويد موجود في كل الخيارات، يلا نطالع في الدواء الثاني هيدروكسيكلوروكوين هو كورنر ستون صح، لكن هل واحدة جايتني بلوبس نفرايتس ولايف ثريتنينج كونديشن أقوم أقول والله دحين أعطوها هيدروكسيكلوروكوين؟ هل هذا هو الشيء المهم الآن؟ لا، الشيء المهم إني أعالج اللايف ثريتنينج كونديشن هذه بإميون سبريسنت. فإذا أنا حدور يا يعني إما على مايكوفينوليت يا يعني إما على سايكلو، وما حيركم الحمد لله وحط لكم بس مايكو.
ما حط السايكلوفوسفامايد في الخيارات. فهنا كان في مرة يعني لخبطة شوية عند بعض الناس، إنه أنت قلتي هيدروكسيكلوروكوين هو كورنر ستون، فأنا لازم أمشي المريضة عليه، فليش ما يكون الخيار إيه؟ إيوه لازم أمشيها، بس مو دحين دحين دحين، اللايف ثريتنينج كونديشن حقتي لازم أعالجها بإميونو سبريسن، فهذه فيها أولوية. هذه هي اللي أقول لكم برضو صح وأصح. الجريتس اوف لوبس نفرايتس مو مهم انكم تحفظوها، دائما في الام سي كيوز يحبوا يجيبوا لكم كلاس 4 كده، معروف انه دائما لما يجيبوا لكم لوبس نفرايتس ويذكروا لكم بس انه والله ايش طلع في البايوبسي، هذا الغرض من البايوبسي عندنا، اسوي بايوبسي عشان اشوف الكلاس حقي، لانه على اساسها يختلف التريتمنت، فيحبوا كلاس 4 سبحان الله. كلاس 6 ما حد يحبها، لانه المانجمنت حقها دياليسيس، هذا ادفانس سكليروزنج لوبس نفرايتس، الكدني ما عاد تشتغل اصلا، فهم ما حيجيبوا لكم سؤال جوابه في الاخير دياليسيس، مو بالسهوله هذه يبغوا يعدوا عليكم. كلاس 1 سهل، ما كانوا يجيبوه قبل، جابوه في هذه السنة، فمرة حلو بصراحة. هو أصلا سبورتيف تريتمنت، يقول لك والله سوينا بايوبسي وطلع عندي مينيمال مينيمال لوبس نيفرايتس كلاس 1، إيش التريتمنت حقكم؟ فحنقول سبورتيف تريتمنت كنترول البلد بريشر بس. كلاس 2 ميزانجيال بروليفراتيف، هذول ياخدوا بس ستيرويد. كلاس 3 هذه فوكال، كلاس 4 تصير ديفيوز، وهذول علاجهم اميونو سبريسيف، وكلاس 5 ممبرينس لوبس نيفرايتس اميونو سبريسيف، والام ام اف هنا هو البيست، عشان كده هم بيحطوه في الخيارات اكثر شيء. هذا الكلام كله لا تنفجعوا منه، ابغاكم تعرفوا انه بس اللوبس نيفرايتس الجريدز حقتها فروم 1 تو 6، 1 سبورتيف تريتمنت لانه مينيمال تشينج سبورتيف بس، هو كنترول للبلد بريشر وخلاص لو كانت هايبر تنسيف. كلاس 6 هذا ادفانس سكليروزنج، اذا هذه غالبا حتكون دياليسيس. اللي في النص كلها ستيرويد بلس اميونو سبريسنت، بنتكلم عن اللي احنا شرحناه دوبنا فوق هناك، والاسئله تجيكم بالصوره اللي احنا تكلمنا عنها، لا تنفجعوا، ما في كده حيجيب لكم والله كلاس معين ويقول لكم عالج لي بيز على هذا الكلاس، الا لو كان كلاس 1 لانه مميز لانه جوابه بس كنترول بلد بريشر. هو جاكم السؤال، اس ال اي بيشنت هاف جريد 1 مينيمال لوبس نفرايتس اند هير بي بي از 150 اوفر 90، اذا هايبرتنسيف، سو وات تو دو؟ هل حنختار رياشورنس؟ لانه انت قلتي سبورتيف تريتمنت، لا طبعا سبورتيف يعني معناها اعالج كل شيء اسوشيتد معاه، فبما انها هايبرتنسيف اذا حختار كنترول بلاد بريشر، نيفر رياشور، لانه هذه مع الوقت لو ما تحكمت انا بالبلاد بريشر وما تحكمت بالديزيز نفسه راح تطلع على كلاس 2 3 4. طيب هذه اسئله كده تعتبر ميكست فاميلي ميديسن على روماتولوجي، فبيقول لكم ايش الريليشن ما بين السموكينج اند اس ال اي؟ معروف انه السموكينج دائما اكسسربيت السيمتومز ما عدا في اي ديزيز، في الالسراتيف كولايتس في الانفلاماتوري باول ديزيز بيكون السموكر وهو بيدخن مع المرض ماشي حاله، اول ما يوقف يحصل له فلير سبحان الله. البري اكلامبسيا كمان في الاو بي افتكر كان السموكينج بروتكتيف له، لكن في اغلب الديزيز الثانيه دائما احنا طبعا النصيحه حقتنا سموكينج سيسيشن. طبعا برضو هذا الكلام اللي انا قلته ما يعني انه واحد يو سي يجيني واقول له بالله خليك تدخن لا توقف. 32 year old woman smoker with polyarthralgia, malarrash, fatigability and has positive ANA. She is on hydroxychloroquine and mycophenolate. 24 hours urine protein is high. So which of the following non-pharmacological measure would help? فكل السؤال الطويل العريض هذا جوابه في الأخير smoking cessation. SLE smoker with flare disease. What thing you ask the patient to decrease the flaring? برضو stop smoking. SLE patient on medication, what vaccine you will give him? Influenza, pneumococcal, meningococcal, rubella. Rubella ما له علاقة. Meningococcal, pneumococcal, هذا لو أنا كنت بتكلم عن واحد ما عنده spleen زي الناس السيكل سيل اللي سووا splenectomy، لكن هنا ما له علاقة، فهذه يعني عادي اعتبروها مريضة عادية. وش الفاكسين اللي المفروض ياخذه؟ المفروض ياخذوا الانفلونزا yearly. الجواب انفلونزا فاكسين. So lupus in one slide كده نقدر نقول انه السيمبتومز مال الراش اللي هو الفوتو سنسيتيف راش سبيرنج نيزو لابيال فولد ديسكويد راش الوبيشيا ارثرالجيا رينود فينومينا بيريكارديتس ليبمان ساكن دوكارديتس ماوث ألسر سي ان اس سيمبتومز وات ايفر كانت او سايكاتريك سيمبتومز هيماتولوجيكال لو سي بي سي لاينز. نروح على اللاب قلنا نيجاتيف اي ان اي اكسكلود ذا ديزيز، انتي سميث از ذا موست سبيسيفيك، انتي دبل ستراند از سبيسيفيك اند ميجرينج ديزيز اكتيفيتي، لو كومبلمنت فور ميجرينج ديزيز اكتيفيتي، وهاي اي اس ار اند لو سي بي سي لاينز ممكن برضه تساعدني في الديزيز سيفيريتي بس ما يسالوكم فيها. تريتمنت مايل تو مودريت
شوفوا ركزوا في التريتمنت هذه في 30 ثانية زي كذا، أبغاكم تكونوا حافظينها. مايل تو مودريت هيدروكسي كلوروكوين بلس انسيد نات ريسبوندينج تو انسيد لو دوز كورتيكوستيرويد نات ريسبوندينج ميثوتريكسات لايف ثريتنينج سو اي نيد هاي دوز كورتيكوستيرويد بلس اميونو سبريسنت ويتش از سايكلوفوسفامايد فيرسس مايكوفينولات مفتر. على اي اساس اختار؟ قلنا لو كان سي ان اس اختاروا السايكلوفوسفامايد افضل، غير كذا الاثنين كلهم ينفعوا. هذه باختصار كذا اللوبس وكل الاسئله عليها.